عقب استقبال الرئيس السيسي للبرهان، مصر والسودان يؤكدان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي. في لقائه مع عضو مجلس الوزراء السعودي مدبول، يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية. روسيا تؤكد أن المفاوضات مستمرة مع أوكرانيا، وكييف تعرب عن استعدادها للتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بقصر الاتحادية، حيث عقدت جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وقد استعرض الجانبان خلالها مجمل العلاقات الثنائية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من خلال بيان مشترك أن الجانبين أكدا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومية، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة المصير المشترك. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقد عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، فضلاً عن أهمية الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد. وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد. كما تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي. العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كافة المستويات، لذلك تدعم مصر كافة الجهود الرامية إلى استقرار السودان ودعم كل ما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. المزيد في العرض التالي مع الزميل رجاء رمزي. أهلا بكم. تبذل مصر الجهود كافة لدعم الأمن والاستقرار في السودان بما يحقق مصالح الشعبين المصري والسوداني، خاصة وأن السودان يعتبر امتدادا طبيعيا لمصر، فالعلاقات بينهما أزلية وتاريخية. فعلى المستوى السياسي تؤكد مصر دائما
على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان باعتبارها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على المستويات كافة، وهو ما تؤكده الزيارات المتبادلة الكثيرة ما بين البلدين، والتي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 بزيارة إلى السودان ضمن جولة شملت 3 دول. كما كانت الزيارة الخارجية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018 من نصيب السودان. وشهدت الزيارة التأكيد على أهمية التنسيق الاستراتيجي والسياسي والأمني ما بين البلدين، الذي يهدف للحفاظ على الأمن القومي لمصر والسودان ودفع جهود تحقيق التنمية والتعمير لصالح جميع شعوب المنطقة. أما على الصعيد الاقتصادي، فشهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة ما بين البلدين تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا، خاصة أن كل من مصر والسودان يسعيان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات. بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 95.1 مليون دولار في عام 2018، أبرزها في مجالات الثروات الحيوانية والصناعة والعقارات، في حين يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار طبقا لإحصائيات عام 2017. توزعت الاستثمارات المصرية بالسودان على 229 مشروعا، منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات بلغت 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت، البلاستيك، الرخام، الأدوية، وأيضا الأثاث والحديد والصناعات الغذائية. تعمل في مصر 315 شركة سودانية تتوزع استثماراتها ما بين الصناعة والتجارة والزراعة وأيضا الخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، فيما يحتل القطاع الصناعي المقدمة، حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر ب 50.4 مليون دولار. أما على صعيد التعاون العسكري، تشهد العلاقات ما بين البلدين تطورا كبيرا في إطار دعم ركائز التعاون المشترك ما بين القوات المسلحة المصرية والسودانية والتعرف على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب. أجرت القوات المسلحة المصرية والسودانية تدريب نسور النيل بقاعدة مروة الجوية السودانية، كما تم إجراء التدريب الشامل حماة النيل. إذن ما يجمع ما بين مصر والسودان هو علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين، وسط تأكيد دائم على علاقات الأخوة والتضامن من أجل مستقبل شعبي وادي النيل والقارة الإفريقية بأكملها. شكرا لكم.
and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاتصال تناول التباحث بشان مستجدات الازمه الاوكرانيه، حيث استعرض الرئيس الاوكراني اخر التطورات في هذا الاطار، خاصه ما يتعلق بمسار المفاوضات. واكد الرئيس السيسي اهميه تناول كافه السبل المؤديه الى التهدئه والتوصل الى حل سلمي للنزاع، فضلا عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك عن تشرفها بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرية، والذي يعد رمزا من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر. هذا وقد أشادت السيدة انتصار السيسي بالجهود العظيمة وبالدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان الهام في المجتمع المصري. وأوضحت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية أنها استمعت إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده. وقدمت السيدة انتصار السيسي التحية لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على اتفاقية خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. هذا وقد أكد مدبولي على حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة باعتبارها شريك أساسي وحليف استراتيجي لمصر. وقد أشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. ك
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد شهد مراسم التوقيع على اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر، وذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفي إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استنادا على توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر. وتهدف الاتفاقية إلى مساهمة الصندوق في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر. استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للمجلس بتوجيه أخلص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات مع حلول شهر رمضان الكريم، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أجهزة الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. جاء ذلك خلال تفقد مدبولي معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة. وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين، فضلا عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية. كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد كبير من المواطنين من رواد المعرض بشأن المنتجات، حيث ثمنوا جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة. معي عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، يعني معارض أهلا رمضان متواجدة في كافة أنحاء الجمهورية تقدم جميع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، في رأيك في أي إطار تأتي جولة رئيس الوزراء اليوم في واحدة من سلاسل المعارض بالجيزة للتأكد من وجود كافة السلع وتأمينها للمواطنين بأسعار وجودة متميزة؟ يعني في الحقيقة جهود الدولة خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم والارتفاعات العالمية في أسعار المواد الغذائية هي جهود حثيثة جدا، ونموذج معارض أهل رمضان هو نموذج من التجارب اللي بتعملها الدولة المصرية سواء في مواجهة غلاء الأسعار أو تجربة الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط المبيعات في القطاع الخاص. احنا بنتكلم على تضافر ما بين جهود اتحاد الكرة التجارية واتحاد الصناعات وعديد من شركات القطاع الخاص في مبادرة بتساعد القطاع الخاص على تنشيط مبيعاته في الوقت نفسه الانتهاء من الخطوات البسيطة اللي بتتربح او بتستغل المواطنين بتوفير السلع بشكل مباشر من خلال معارض ومنافذ بتديرها الدوله بشكل مباشر مع المواطنين. واعتقد ان ده واحد من اهم الوسائل الفعاله للقضاء على الاحتكار والقضاء على ظواهر الجشع او البيع والمغالاة في أسعار السلع. نعم، أشكرك جزيلا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة. هذا وقد تطرق الاجتماع إلى جهود التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، وذلك من خلال جذب أسواق سياحية جديدة إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر. قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان. كما تقدم رئيس مجلس النواب التهنئة للشعوب العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك. تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية الجليلة، راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات وأن يكلل مسعانا وجهودنا في خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان. وكل عام وحضراتكم بخير، ومصر وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير. كما بعث أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وجاء في نص البرقية التأكيد على مواصلة العزم على خدمة شعب مصر وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار، راجيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان. وجاء في نص البرقية أن رجال القوات المسلحة يؤكدون استمرار البذل والعطاء أوفياء للمهام والمسؤوليات التي توكل إليهم، متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم، لتظل القوات المسلحة حصنا يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا أن يكلل الله مسيرته الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد. كما بعث أيضا وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، متقدما بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. كما بعث أيضا وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية شوقي علام، راجيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات، وليبقى الأزهر الشريف لعصور عديدة ولأزمنة مديدة حصنا منيعا لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة. كما بعث أيضا وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 98 قضية تمونية بمضبوطات تقترب من 132 طن مواد غذائية وغير غذائية.
وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 32 طن سلع غذائية مختلفة و5280 عبوة زيت طعام. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8.5 طن دقيق مدعم. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 31.5 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن حديد تسليح. استضافت وزارة الداخلية اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. ويهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والمعلومات حول آلية مكافحة جرائم المخدرات بين هذه الدول. يأتي تفعيل التعاون العربي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات ضمن أولويات وزارة الداخلية للقضاء على تلك الآفة العابرة للحدود، تعاون كان له أثر إيجابي في نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في إحباط محاولات الجلب والتهريب. من هنا تأتي أهمية استضافة مصر لزيارة مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة لمكافحة المخدرات لتبادل المعلومات وتفعيل أطر التعاون الأمني بشقيه القانوني والإجرائي والفني. كانت وما زالت مصر حاضنة العمل العربي المشترك، وليس غريبا علينا أن نتواجد هنا في أرض الكنانة وقلب العرب النابض. إن التعاون الدولي لم يعد خيار تكتيكي بل هو خيار استراتيجي، وهذه الآفة لا تحتمل التباطؤ ولا تحتمل البيروقراطية، فكان هذا الاجتماع أيضا لوضع جسور التعاون والمعرفة الشخصية ما بين إدارات مكافحة المخدرات في المجموعة الإجرائية الثالثة. دائما نحتاج إلى تعاون وثيق، تعاون فعال، تعاون مثمر وتعاون مباشر. وتعكس استضافة مصر لتلك الاجتماعات الدور الريادي في مجال مكافحة المخدرات، وهو ما أشار إليه الحضور. نحن طموحون إلى التعاون بيننا والشقيقة مصر، لأن لها باعا واسعا في هذا المجال، وهي من أقدم الدول العربية والإفريقية في مجال محاربة المخدرات. استفدنا كثيرا من المشاركة في هذه الفعالية لتوطيد التعاون والتنسيق بين الدولتين ودول الإقليم فيما يخص التهريب وتجارة المخدرات. اجتماعات مسؤولي مكافحة المخدرات بالدول المعنية تواصلت على مدار يومين، تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب، والاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتعاون العملياتي في مجابهة المخدرات. تكلمنا على أهمية التعاون الدولي في نقل المعلومات بين الدول العربية، فيعتبر إقليميا وعالميا لسرعة ضبط قضايا المخدرات. استعرضنا فيها التجربة المصرية في مكافحة المخدرات، واتكلمنا فيها عن المحورين اللي هو خفض الطلب وعرض المواد المخدرة، والجوانب اللي موجودة استفادت طبعا من التجربة دي، وعرضنا لهم فيلم توثيقي بيوضح مجهودات الإدارة خلال الفترة اللي فاتت. تناولت الجلسات عرض لدول التعاون العربي المشترك وآليات تعزيز هذا التعاون بين الدول العربية الشقيقة. جاءت الاجتماعات بتوصيات محددة في مقدمتها تفعيل تبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين دول المجموعة، والتصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات ترويج المواد المخدرة، مع تنمية قدرات الأجهزة المتخصصة مادياً وبشرياً، وتفعيل الشراكات التدريبية خاصة مع مصر التي تمتلك إمكانات تدريبية كبيرة في هذا المجال. اجتماع اليوم كان من ثمراته توصيات من ضمنها تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وبينه وبين مصر اتفاقية ثنائية يعني في التدريب وتبادل المعلومات. وقد قام المشاركون بجولة في متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعراض مقتنيات المتحف التاريخية منذ إنشاء الإدارة وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة
وأشكال المواد المخدرة وأساليب الإخفاء والتمويه. اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهو ما أدى إلى نجاحات حققتها أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. التقت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بمقر وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور عدد من القيادات من الجانبين. شهد اللقاء عرض مستجدات التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين الأكاديمية، حيث ناقش الطرفان جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها الاستشاري في تطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بالسقارة. من جهته أشاد وزير التنمية المحلية بدور الأكاديمية في تنمية وتطوير العنصر البشري، حيث قامت الأكاديمية بالتعاون مع الوزارة بتغطية 22 محافظة مصرية ضمن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف. وأوضحت الدكتورة رشا راغب أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية، كما أعرب الجانبان عن حرصهما الدائم للتطوير والوصول لأهداف الخطة الموضوعة لعام 2023. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين مصر وأنغولا تاريخية وممتدة، وخلال مؤتمر صحفي مع ناظري الأنغولي تيتي أنطونيو شدد شكري على وجود إرادة سياسية مشتركة ورغبة للتكامل بين البلدين. نعتز بهذه العلاقة الوثيقة التي تربط فيما بين مصر وأنغولا، علاقات ممتدة عبر عقود من التضامن والتعاون ووجود الإرادة السياسية المشتركة القوية لتعزيز العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والرغبة في التكامل والتضامن فيما بيننا. التقى وزير الخارجية سامح شكري فولكر بيرتاس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين بما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت الخارجية على إدانة حادثي إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب وأسفرا عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين. وقد شددت وزارة الخارجية على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مفرغة من العنف. وقد حذرت الخارجية من مغبة التصعيد المتبادل الذي لا يكرس سوى لمناخ الاحتقان والإحباط ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة. قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا فلاديمير ميدانسكي إن كييف أبدت استعدادا للوفاء بالمطالب الروسية الأساسية، لكن موقف موسكو بشأن منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها لا يزال دون تغيير. وأضاف ميدانسكي أن أوكرانيا عبرت كتابة عن استعدادها للتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتبني وضع عدم الدخول في تحالفات، فضلا عن تخليها عن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والالتزام بعدم استضافة قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الحرب مستمرة وروسيا تنتشر في الأراضي الأوكرانية من خلال قوات جديدة. ودعا زيلنسكي في كلمة له أمام البرلمان النرويجي إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. هذا وقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه ناقش هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن مساعدات دفاعية محددة لبلاده. وأكد زيلنسكي أنهما ناقشا أيضا فرض حزمة جديدة من العقوبات المشددة على روسيا فضلا عن تعزيز المساعدات المالية والإنسانية لأوكرانيا. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها وتستعد لاستئناف العمليات الهجومية. وأضاف أن الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الأوكرانية في الشرق، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب. أكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تنظر بتشكك تام تجاه أي وعود تخرج من روسيا حول أوكرانيا. وأوضح راب أن بريطانيا سوف ترد على موسكو استنادا إلى أفعالها وليس ما يصدر عنها من أقوال، مضيفا أنه لا يزال يتعين أيضا إتاحة فرصة للدبلوماسية وانسحاب موسكو من أوكرانيا وليس مجرد إعادة التمركز. We've seen in the media, but of course it feels like positive signs, and of course no one wants more than me, but I'm sure all members of the House, to see Nazanin, but also all of the arbitrarily detained nationals reunited with their loved ones. I can tell the Honourable Lady. مشاهدينا الكرام، التاسعة مستمرة معكم وتتابعون فيها. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف يؤكد أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن. انطلقت مشاورات السلام اليمنية في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وتحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف نزيف الحرب. وقبل المشاورات نشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وقف إطلاق النار، وهي دعوة التي لاقت استجابة قوات التحالف بعد ساعات قليلة ليدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم. يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والإعمار. فالمشاورات اليمنية التي تنطلق اليوم في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية ومتسارعة وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة، تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع وعلى اليمن بوجه خاص. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما وافق أيضا المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفي مستهل الجلسة أحال المجلس 37 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة
ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التضامن الاجتماعية بشأن مشروع القانون وعدد من النواب لاقتراحاتهم حول مواد القانون. أن مشروع القانون قد رصد المعوقات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادق بالقانون 149 لسنة 2019 وسعى لحلها. لذا وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بالصيغة المطبقة، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر تأمل التفضل بالموافقة على ما انتهت إليه بالصيغة المعروضة. نظرا لأهمية مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي لأي دولة عايزة تعمل تنمية مستدامة، لأن أي دولة عايزة تعمل تنمية مستدامة في مثلث ذهبي للتنمية أحد أضلاعه الحكومة ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص. وفي النهاية أنا كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوافق من حيث المبدأ وبدعو الحكومة بدعو المجلس الموقر للموافقة. وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض من الحكومة لمنح الفرصة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للتمتع بمزايا قانون 149 لسنة 2019 وتحقيقا للمرونة والموائمة في هذا الشأن. الجلسة شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تستأنف الأحد 17 من أبريل المقبل. أشاد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتعديلات قانون العمل الأهلي، مؤكدين دعم الدولة المصرية لمنظمات المجتمع المدني لدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وموجهين الشكر للقيادة السياسية على إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني. مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمؤسسات العمل الأهلي، واللي بيتضمن التعديل فلسفة يعني إعطاء الفرصة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر لتوفيق أوضاعها. الحقيقة أنه حينما فتح الأمر أو طرح أمر توفيق الأوضاع تقدم أكثر من 30 ألف مؤسسة عمل أهلي في مصر بتوفيق الأوضاع، وكان لابد أنه نعطي الفرصة للبقية من مؤسسات العمل الأهلي واللي بتتراوح تقريباً من 20 إلى 25 ألف مؤسسة إلى الآن لم تستطيع توفيق أوضاعها في ظل ظروف كورونا وما إلى ذلك. والحقيقة أنه ده يعني بينبثق من دور الدورة المصرية ورؤيتها السياسية حول أهمية قطاع العمل الأهلي في مصر اللي بيتحكم فيه عدد كبير جدا من خطوط التنمية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية. في بداية الموضوع أن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية قدموا بمشروع القانون لمد فترة توفيق الأوضاع واستجابت ليها الحكومة، والحكومة تقدمت بمشروع القانون اللي تمت مناقشته النهاردة في الجلسة العامة وتمت الموافقة عليه، وده اللي بيتيح الفرصة لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي لسه ما وافقتش أوضاعها تبتدي تشتغل على عملية توفيق الأوضاع. وده برضو دورنا الرقابي كنواب عن لجنة التضامن الاجتماعي وعن التنسيقية، بننزل بنشوف الجمعيات بتقدم ايه، الأنشطة المختلفة اللي بيقدموها من مختلف المحافظات، هل هي واصلة لعدد كبير من الناس ولا لا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تدشين وزارة المالية لصفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية لهم. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي سوى الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها. We'll be right back.
والآن مشاهدينا موعدنا مع أهم أنباء المال والأعمال مع دينا فكري. إليك دينا. شكرا أميمة وإيمان. وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيؤدي تطبيق الرقمنة الكاملة للاقتصاد إلى زيادة 46% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن التطبيق الكامل للرقمنة في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عاما، كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدلات التوظيف في شركات التصنيع، مما يعادل 1.5 مليون وظيفة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على إعطاء أولوية قصوى لدعم المرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات والقطاعات. وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يواصل من خلال العديد من المبادرات والشراكات جهوده لتعزيز التنوع بين الجنسين في مواقع العمل والاستمرار في إزالة كافة التحديات إذا ذلك. جاء ذلك في كلمته أمام احتفالية هي والطاقة للاحتفال بدور المرأة في صناعة البترول والغاز تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من المنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة. وشدد محافظ القاهرة على المسؤولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادي لمنع المتاجر بها ليصل الدعم لمستحقيه. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726 ملياراً و623 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11239 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 57% ليغلق تلقى عند مستوى 1917 نقطة. كما هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و23 قرشا للشراء، 18 جنيها و33 قرشا للبيع. كما سجل اليورو اليوم 20 جنيها 28 قرشا للشراء، 20 جنيها و39 قرشا للبيع. ووصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيها و99 قرشا للشراء، 24 جنيها و12 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات 96 قرشا للشراء، 4 جنيهات 99 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 85 قرشا للشراء، 4 جنيهات 88 قرشا للبيع. أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة. وحث رئيس البنك الدولي العديد من الدول المستهلكة في مجموعة أوبك بلس على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولاراً للبرميل.
ختم أخبار المال والأعمال وعودة إلى أميمة وإيمان، إليكما. شكرا لك دينا. قام وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة القمص يوانس أديب بتعليق زينة رمضان أمام المطرانية، وتعليق فانوس كبير في شارع الكنيسة والزينة على أبوابها احتفالا بشهر رمضان الكريم، مشاركة منه لأصدقائه وجيرانه وأحبائه من المسلمين في الاحتفال بشهر رمضان. كما حرص أيضا القمص يوانس أديب على شراء كمية كبيرة من فوانيس رمضان وتوزيعها على الأطفال بمدينة الغردقة، حيث تجمع الأطفال من حوله وقام بإهدائهم لفوانيس رمضان وهنأهم بشهر رمضان المعظم. أحب أنتهز الفرصة وإحنا في قرب عيد حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة. اعتدنا سنويا بنعلق الفانوس والزينة على مقر الكنيسة، ودي يعني طبعا رسالة مهمة جدا أنه تحت شعار أعيادنا واحدة، تتزامن كمان المناسبة في هذا العام 2022 أن احنا في فترة الصوم، وإخواتنا المسلمين بعد أيام كمان هيصوموا، وعايز أقول أنه كمان هتتزامن الأعياد، عيد الفطر هيكون يعني بعد يعني قبليه بأيام قليلة عيد القيامة المجيد، فالعام ده مميز شوية ليه يعني خاصية خاصة. وطبعا تحت شعار أعيادنا واحدة اعتدنا في الكنيسة هنا في شهر رمضان في عيد الفطر عيد الأضحى المولد النبوي الشريف. أما الآن مشاهدينا الكرام فمع أخبار الرياضة. أخبار الرياضة نعود فيها من جديد إلى دينا فكري، تفضلي دينا. شكرا لكما. وأخبار الرياضة محليا وعالميا، عادت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من العاصمة السنغالية داكار بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 1-3 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عبد الله واد ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حول بعض الأحداث التي سبقت انطلاق مباراة الفريقين أمس. أوضح الاتحاد في شكوته تعرض المنتخب للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة ضد اللاعبين وتحديدا محمد صلاح، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح وهم تم توثيقه وإرفاقه مع الشكوى. أعلن نادي أيندهوفن الهولندي تعيين راد فان نيستلروي مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا المدير الفني الحالي روجيت شميت الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وأكد نادي أيندهوفن أن فان نيستلروي سيتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل وحتى صيف عام 2025. ختم الجولة الرياضية وعودة إلى إيمان وأميمة. شكرا جزيلا لك دينا.
أشاد الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمتانة العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلى الروابط التاريخية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أكد البرهان أن بلاده لا تسمح بوجود أي أمر يعكر صفو العلاقات بين القاهرة والخرطوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، تحية لشعب مصر، تحية لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن طبعا نتحدث دوما بأمنيات وبأشواق عن علاقة السودان ومصر. كل ما نلتقي في كل مكان نتحدث عن زلية العلاقة وتاريخية الصلات والروابط المستدامة. وفي بعض من يظن أن هذا الحديث حديث للاستهلاك، لكن هذه حقيقة. إذا قسنا مستوى التعامل بين الشعبين، نحن الآن موجود في مصر قرابة أكثر من 4 مليون سوداني يعيشون مع إخوانهم المصريين. مصر أكثر من 4000 منحة دراسية، أكثر من عشرات الآلاف السودانيين بيأتوا للعلاج سنويا. يعني بيناتنا روابط، فعلا روابط متينة، روابط قوية. ساهم وأسس فيها سماحة الشعب المصري وتقبله للسودانيين وشعور السودانيين بأن مصر هي فعلا أم الدنيا. إحنا لما نقول أم الدنيا لا نعني أنها هي أم للمصريين، لكن فعلا كل سوداني بيجي هنا بيجد أنه هي فعلا مصر تحتويه وتحتضنه وتقدم له المطلوب. فهذا بمثابة شكر لكل أهل مصر ولقيادة مصر للدعم الكبير اللي بيجدوه السودانيين الموجودين في أرض الكنانة. نحن بنحيي أيضاً وسائل الإعلام المختلفة اللي ظلت أيضاً تؤسس وتؤطر لهذه العلاقة، علاقة الجميع من مصلحته أنه يحافظ عليها، إذا كان رسميين أو شعبيين أو أي وسائل تعمل في هذا الأمر. واجبنا الأخلاقي، واجبنا تجاه شعبينا، أننا جميعا نعمل على تقوية هذه العلاقة وإدامتها والمحافظة عليها. أبدا ما نسمح لأي تقاطعات أو لأي أهواء أو لأي أمر يعكر صفو هذه العلاقة. لأنه نحن لما أتكلم عن القوات المسلحة، الجيش السوداني عنده تاريخ قديم مرتبط بالقوات المسلحة المصرية، وما زال بعض السودانيين جذور مرتبطة بمصر. ففي كل المجالات احنا علاقاتنا قوية ويجب ان نحافظ عليها. التطورات في السودان معلومة للجميع. احنا يمكن مرينا بفترة انتقالية تعثرت، ما سارت بالصورة المرجوة. يمكن التدخلات الإقليمية والدولية و ربما غياب القوى السياسية لفترة طويلة عن الممارسة لم يمكننا من أن ندير الفترة الانتقالية متفقين سويا. كسرت الشقاقات وكسرت النزاعات، ونحن اضطرينا أننا نوقف ما كان قبل 25 أكتوبر من 19 أبريل 2009 أو من أبريل 2019 حتى 25 أكتوبر. رأينا أن الأمر لا يسير بالصورة المطلوبة، وأن هنالك مخاطر تهدد السودان وتهدد أمن السودان. لذلك توقفنا وكنا نتمنى أن يقف معنا الجميع لنراجع ما قمنا به من خطوات، إذا كانت هل تخدم المسار والانتقال الديمقراطي أم تعوقه. لكن بكل أسف بعض القوى السياسية وبعض القوى الأخرى لم تستجب لهذا الأمر، وظنت أن القوات المسلحة تريد أن تسيطر على السلطة وتزيحها، وهذا مفهوم خاطئ وغير صحيح. نحن من أول يوم سعينا لأنه نجمع الصف الوطني
وسعينا كان قبل يوم 25، حتى مع الحكومة اللي كانت قائمة في تلك الفترة مع رئيس الوزراء السابق، وطرقنا كل الأبواب حتى تجتمع القوى الوطنية، القوى السياسية، القوى المجتمعية، كلها تجتمع على صعيد واحد لتدير الفترة الانتقالية مشتركة، لأنه الظروف الانتقال معلوم أنه ما في تفويض لأي جهة أنها تعمل براها. حتى نحن في القوات المسلحة ذكرنا لهم بأننا لسنا أيضا مفوضين، كلنا أتينا عن طريق شرعية ثورية اللي هي أتت من الشارع، لذلك كان يجب أن نعمل سويا، وما زلنا نمد أيدينا للجميع لنعمل سويا. نحن طرحنا موضوعين رئيسيين لإكمال فترة انتقالية، أولا توافق، وهذا ضروري، يجب أن تتفق القوى السياسية التي لديها الرغبة في هذا الاتفاق، والقوى الوطنية التي تؤمن بأن الفترة الانتقالية يجب أن تدار بشراكة بين الجميع. أيضا إذا ما تحقق هذا التوافق ليس أمامنا طريق غير نسير إلى إقامة انتخابات، ما في أكثر من الخيارين الاثنين، توافق بموجبه يمكن أن تدار الفترة الانتقالية أو انتخابات. هذا التوافق متى ما تم حتما سيكون لديه برنامج مختصر، لأن الفترة الانتقالية السابقة كانت مزدحمة بكثير من البرامج ولم نستطع إكمالها، لذلك رأينا أن متى ما استكمل هذا التوافق تحدد أهداف قصيرة. الآن الأوضاع الاقتصادية ليست جيدة، الأحوال الأمنية ليست جيدة، التحضير للانتخابات مطلوب، استكمال السلام مطلوب، هذه أمور أساسية. متى ما تم التوافق أو متى ما تم تشكيل حكومة يجب أن تهتم بهذه الأمور الأساسية. نفتكر أن التحضير للانتخابات واحدة من أولويات الفترة الانتقالية، الاهتمام بمعاش الناس واحدة من اهتمامات الفترة الانتقالية، الأوضاع الأمنية واستكمال السلام أيضا واحدة من مطلوبات الفترة الانتقالية. هذه الأمور يجب أن نتفق عليها كسودانيين لنتجاوز بها هذه المرحلة. نحن في القوات المسلحة أصلا مددنا أيدينا وعندنا استعداد كبير جدا أن نتعاون مع القوى المؤمنة بالتغيير، القوى الوطنية التي ليس لديها مصلحة في إقصاء الآخرين. نحن تحدثنا دوما عن مخاطر الإقصاء وأن التوافق مهم وضروري، ونحن يمكن هذه الدعوة للتوافق مش برا نحن كقوات مسلحة، كل من أتى إلى السودان وكل من يهم أمر السودان يدعو إلى هذا التوافق، يدعو إلى وحدة القوى الوطنية حتى نجنب السودان مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. زيارتنا لمصر طبعا الغرض منها إحاطة القيادة المصرية بمجريات الأوضاع في السودان ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. لدينا كثير من القضايا المشتركة، ما يهمنا داخليا وإقليميا ودوليا، والحمد لله وجهات النظر متطابقة في كل ما تطرقنا إليه، إذا كان خاص بالشأن الإقليمي أو بالشأن الدولي أو وسائل مساعدتنا في السودان على إكمال الانتقال. مصر دعمت الانتقال منذ بدايته وحتى الآن لم تتوقف ولم تتردد لأنها تدعم هذا الانتقال بمختلف الطرق بمختلف الوسائل. نحن بنحيي فخامة الرئيس وحكومته على تواصلهم على اهتمام بالشأن السوداني، لأنه كلنا دوما بنردد أنه أمن السودان وأمن مصر مكملين لبعض، وزي ما ذكر الأخ الرئيس ما لناش غير بعض نحن. شكرا جزيلا. أنا ذكرت أن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهات النظر فيها متطابقة،
إذا كان الملف خاص بسد النهضة، إذا كان أمن البحر الأحمر، إذا كان المعاضي في الدول الجوار السوداني مثل ليبيا. نحن متفقين أننا يجب أن نعمل على دعم الاستقرار في الإقليم، دعم التوجه النابز للعنف، وسنعمل سويا من أجل استكمال هذه المطلوبات لأنها تهدد أمن السودان وتهدد أمن مصر، تهدد الأمن السياسي، تهدد الأمن الاقتصادي. وحتما متى ما تكاملت جهودنا سنتجنب المردودات السالبة على هذه على بلداننا. طبعا الحوار مع القوى السودانية المختلفة اصلا ما انقطع، وهنالك حوار مستمر بين المكون العسكري والمكونات الاخرى. نفتكر انه كلنا لا فكاك امامنا سوى الحوار، ولا فكاك امامنا سوى ان نجلس سويا. المبادرة الأممية طبعا كلنا نعلم ان البعثة الأممية عندها تفويض محدد، ليس من بينها ما تقوم به الآن، لكن احنا تجاوزا ولحساسية او لضروريات المرحلة اللي بتمر بها السودان، قبلنا ان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يمكن ان يعملوا كمسهلين للتفاوض بين الأطراف المختلفة، وفعلا هم تواصلوا مع الأطراف المختلفة والأطراف المختلفة قدمت رؤاها، ونحن ننتظر منهم الخطوة المقبلة. لكن هنالك نوايا صادقة، هنالك نوايا حتما ستقود إلى توافق. من جانبنا كل إجراءات إعادة الصيغة سنعمل عليها، أيضا نحث كل الأطراف أنها تعمل سويا من أجل القيام بالأعمال التي تعيد الصيغة وتعيد وتمهد الأجواء للحوار. طبعا التكامل المشترك دي احلامنا كلنا، احلام السودانيين والمصريين، والان هنالك خطوات حقيقيه لمسناها وجديه، لاننا نريد الطرفين عندنا الرغبه، ومصر قدمت يمكن مساعده قيمه في سبيل الربط الكهربائي. نحن نتوقع انه قبل نهايه العام حسب حديثهم ان يتم الربط الكهربائي ويرتفع الامداد الكهربائي من 80 الى اكثر من 200، فده اذا تم حتما سيسهم في استقرار الأوضاع في السودان، وسيكون مساهمة فعلا إيجابية في معالجة بعض مشاكل السودان. أيضا الربط السككي في تفاهمات جارية، الخطين مختلفين، حياة فنية المختصين هم أدرى بها، التعاون الزراعي هنالك مشروعات قائمة ومشروعات مستقبلية، وتحدثنا في هذا الأمر. نعلم مخاطر الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية ومآلات الموقف الغذائي العالمي، لذلك نحن ليست لدينا قيود، ليست لدينا حدود في أننا نتعامل مع مصر في طرق أو طرق معالجة الفجوة الغذائية التي يمكن أن تنجم في المستقبل. يمكن التعامل مع هكذا التجارب بحيث تظهر لها الحقيقة بين
طبعا العلاقة بين مصر والسودان ما تغيرت، العلاقة الشعبية قائمة، السودانيين الموجودين في مصر تعاقبت الأنظمة المختلفة، هم نفس التعامل، نفس الواجبات والحقوق، نفس اتفاقية الحريات الأربعة موجودة من قبل النظام السابق ومن قبله. معنى ذلك أن العلاقة لا تتأثر بالأنظمة، ربما بعض التجاذبات أو التضاربات السياسية، لكن العلاقة الشعبية علاقة ما تأثرت أبداً، وهي الأساس. العلاقات تبنى على هذه العلاقة، والدبلوماسية الشعبية حتماً عندها أدوار في أنها تزيب مثل هذه التقاطعات التي تنشأ سياسياً في بعض الأحيان. صحيح في بعض الأصوات، هذه الأصوات ربما من حساسيتها تجاه العسكريين، نتحدث بصراحة أن هنالك من يرى أن مصر تدعم العسكريين، لكن مصر تدعم السودان ولا تدعم العسكريين أو المدنيين، وأن كل الدعم السابق كان موجه للدولة السودانية، ليس هنالك فرق بين العسكريين أو المدنيين في قيادة الدولة، لكن هنالك جهات ربما لديها مصلحة في أنها تعكر صف وهذه العلاقة، وأظن هذه الجهات معلومة التي لا تريد استقرار للمنطقة. العلاقة مع إسرائيل، نحن نفتكر أنه نحن كسودانيين بعد التغيير الحدث نريد أن ننفتح على كل العالم، لا نريد أن تكون لدينا عداوات مبنية إذا كانت عقائدية أو خلاف. نحن نؤمن بأن العلاقات الأساس فيها التصالح، ده الأساس، ما عدا ذلك هي ليست من الأمور الطبيعية، لكن العلاقات الطبيعية الأساس فيها هو التصالح والتسامح بين مختلف الشعوب والأديان. الترتيبات الأمنية فعلا واجهتها بعض الصعاب، هي واجهت اتفاق سلام جوب عموما، وهذه المصاعب تعتمد بشكل أساسي أو جلها هو اقتصادي. الترتيبات الأمنية تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل هو العقبة الأساسية في طريق إكمال إدماج القوات. الآن بدأنا بالقليل أو بالموجود، بدأنا حركة فعلية الآن، بدأت في الفاشر وفي بعض المدن الأخرى، بدأنا بإخراج القوات وتجميعها في مناطق محددة، وبدأت هذه القوات تبدأ في إجراءات الفرز والتصنيف، وجزء منها دخل معسكرات التدريب. نتوقع أن يصير هذا الأمر بصورة جيدة إذا كان وجدنا الدعم الذي وعدت به الجهات المانحة. طبعا لما تم توقيع الاتفاق في جوبا، كثير من الجهات الدولية الإقليمية وعدت بأنها ستدفع لإكمال هذا الاتفاق، لكن بكل أسف الاستجابة ضعيفة وبطيئة، لذلك تعسرت هذه الأمور. هذه الترتيبات لدمج القوات تسير بصورة جيدة وبترتيب متفق عليه، وفي النهاية ستستكمل هذه الإجراءات وسيصبح للسودان قوات مسلحة واحدة. علاقة مع روسيا،
روسيا نحن بنعتبرها مثلها مثل بقية دول العالم. علاقتنا كلنا في العالم نعرف أن العلاقات الثنائية مبنية على المصالح المشتركة، متى ما كانت هنالك مصلحة مشتركة حتما ستمضي العلاقة في الاتجاه اللي يخدم هذه المصلحة. نحن طبعا ندعم كل الإجراءات التوافقية في ليبيا، وهذا موقفنا، وموقفنا واضح أنه التوافق الوطني مطلوب، الحوار بين المجموعات مطلوب، وظللنا نتحدث مع الجانبين في ضرورة أنه يجلسوا سويا ويحلوا المشكلة بالتوافق وبالتراضي بدون دخول في نزاعات. طبعا تحدثنا في هذا الأمر، وهذا أظنه متفق على يجب أن تدعم الشرعية. من هي الشرعية؟ الشرعية التي توافق عليها الأطراف، متى ما تم توافق حتما ستكون هنالك شرعية للجهة التي يتم التوافق. نحن ندعو لأن تتفق هذه المجموعات حتى تكتسب الشرعية. لدينا طرح وحيد أظنه سيفضي إلى التراضي، وهو التوافق الذي نتحدث عنه. متى ما حصل توافق بين القوى السياسية، نحن تحدثنا صراحة أنه متى ما القوى السياسية تراضت نستطيع أن نقدم لهم كل ما يطلبونه بدون حدود. كل ما تطلبه القوى إذا اجتمعت سنقدمه لهم، حتى للتخلي عن لتسليمهم السلطة. ليس لدينا حدود وليس لدينا مانع في ذلك. ولكن هذا التوافق يحتاج أن يترجم إلى خط الطريق، واحد، اثنين، ثلاثة، يؤكد ما تدعون إليه بأن العسكريين لا يبقون السلطة. إذا نحول هذه النية الطيبة إلى واقع لنحتوي الشعب السوداني وشعب واحد، ومصلحة مصر أن يكون السودان آمن. نحن طرحنا هذه المبادرة وقدمنا إلى القوى السياسية والقوى المجتمعية الأخرى بما فيها لجان المقاومة، هؤلاء الشباب الذين لا ينتمون إلى أحزاب. متى ما اتفقتم سنسلمكم أمر إدارة الدولة، أظن لا أكثر من ذلك. ألا تعتقدون فخامتكم أننا نحتاج أن نفكر خارج الصندوق قليلاً ونبدأ نقطع الطريق على الدخلاء الذين لن يستفادوا من السودان؟ بإذن الله نعمل على هذا الأمر إن شاء الله. شكرا.
نحن ملتزمين في السودان بأن التنسيق بين الدول المشاطئة ليس منه فكاك. السودان ملتزم تماما بالتنسيق مع مصر، مع السعودية، مع كل دول الجوار، وأننا سنتفق على كل خطوة مقبلة يقوم بها أي من الأطراف. نحن ننظر الآن إلى قضية سد النهضة بتفاؤل، ونتمنى أن نصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث، وهذا ما نرجوه ونتمنى أن نرى ذلك قريبا. لا تفاوض، أنا أظن أن مثل ما جلس الأطراف للتفاوض ستصل إلى اتفاق. كل سوداني وكل وطني وكل مهتم بالشعب السوداني ويهمه استقراره، حتما الظروف المحيطة ستدفع إلى الجلوس وستدفع إلى التفاوض والتحاور، سيما نحن في القوات المسلحة كنا مستعدين بأننا نذهب إلى أبعد ما يتصور الفرقاء السودانيين. مشاهدينا الكرام، ما تابعنا معا وقائع المؤتمر الصحفي لفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وقد أكد البرهان خلال المؤتمر الصحفي أن بلاده لا تسمح بوجود أي أمر يعكر صفو العلاقات بين القاهرة والخرطوم. وأما الآن مشاهدينا الكرام، فمع أخبار طقس الغد أحوال الجوية نتابعها مع دينا فكري، تفضلي دينا. شكرا لك إيمان وأميمة، وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء. هذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 29-14، الإسكندرية 26-13، مطروح 27-14، بورسعيد 23-12، الإسماعيلية 29-14، ونتحول إلى السويس 29-14، العريش 22-12، طابة 27-14، شرم الشيخ 30-17، الغردقة 30-17. إلى الأقصر 33-15، أسوان 35-16، الوادي الجديد 32-15، شلاتين 30-15، وحلايب 26-18. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وإليكم أبرز لقطة لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في التاسعة، والآن إلى العناوين. عقب استقبال الرئيس السيسي للبرهان، مصر والسودان يؤكدان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي. في لقائه مع عضو مجلس الوزراء السعودي مدبولي، يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة السعودية. روسيا تؤكد أن المفاوضات مستمرة مع أوكرانيا، وكييف تعرب عن استعدادها للتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي. ختام نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. أهلا بك. أهلا بك إيمان. إزيك يا أمي؟ عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. رمضان كريم. الله أكرم. النهارده أصبح هيبقى يوم الأربعاء، فده آخر يوم ليا في الأسبوع اللي قبل رمضان. هتبقوا موجودين السبت إن شاء الله؟ إحنا لسه موجودين. ولا هتفطروا في البيت؟ هنشوف. إحنا اللي هنتدبس غالبا في الفطار هنا أول يوم. بإذن الله خير، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. طيب عليكم مرة تانية. وأنت طيب. بالتوفيق في حلقة النهاردة بإذن الله. بإذن الله. ألف شكر ليكم، واستأذنكم نبدأ فقرتنا.